السلام عليكم. اليوم عندنا لعبة ليتل نايت مير 2، طبعا مش اللعبة الكاملة، هي الديمو. الإصدار الكامل راح ينزل في شهر فبراير الشهر الجاي إن شاء الله. إلى ذاك الوقت يعني راح نجرب اللعبة هذه وراح نشوف هل هي ترقى إلى مستوى الجزء الأول من اللعبة، وأنا أتوقع لها إن لعبة ناجحة صراحة حتى قبل ما أجربها. طبعا أنا ما زلت يعني في تختيم للعبة بلير ويتش، وراح تنزل الحلقات، بس انا فضلت انه اسرع في تنزيل الديمو لهذه اللعبة بحكم انها يعني توها نازلة ديمو والناس بتبحث عنها. عندنا تختيم ثاني كمان للعبة Resident Evil 7، راح انزلها ان شاء الله بعد لعبة Blair Witch كتمهيد للعبة الجاية من Resident Evil اللي هي Resident Evil Village. على كل حال راح نجرب اللعبة هذه ونشوف الانطباع الأولي عنها. طبعا الجزء الأول صراحة كان واو، يعني مش شيء بسيط، فأكيد انه يعني ليتل نايت مير 2 شيء حلو وشي جبار يعني زي الجزء الأول. لو زيادة على كذا اللعبة مترجمة بالعربي، شيء حلو يعني إنه مهتم باللاعبين العرب. أوكي، هذه ما هي نفس الشخصية تبعنا اللي في الجزء الأول. أوكي. تمام، تقريبا نفس التحكم. نوب. اكيد نسحبها بالضبط. لعبة ما شاء الله غاية في الجمال. الجزء الأول كانت، وأتوقع للجزء الثاني نفس المستوى. أوكي، هذا وش نسوي بهالجزمة هذه؟ جثث اعتقد زي الفخ طايحين فيه، او هو فخ ليش زي الفخ. اوكي، ان شاء الله. عشان نطلع هنا لازم نسحب هذه اكيد، يعني ما يبغى بس. حلو، ما انتبه، قاعد اقرا تحت انا. Hold shift to sprint. اوكي، بحب المشنقة او شيء، ما اعتقد انه حقدر اطلع من هنا. طيب ايش اسوي؟ تقريبا من فوق، بس كيف حطلع؟
طريق من فوق. اوكي مع الشجرة صحيح. اوكي جامب. حلو تمام. اوكي ما ينفع ننط من هنا، ما ينفع. طب كيف حنزل؟ نجرب ننزل من هنا. تمام واو، جرافيكس ما شاء الله تبارك الله، زي ما توقعت يعني. استنادا من الجزء الأول طبعا. اوكي الجزء ما ادري نحتاجه. هذا ايش هذه هنا؟ اوك مصيدة. نرمي الجزمة هنا اكرمكم الله. طبعا اوكي يا هو ارمي زي الناس. ايش هو؟ تمام طبعا. الالعاب هذه اللي زي كذا، زي ليتل نايت مير، زي لعبة ليمبو كمان، من الالعاب الحلوة. هذه ايش هذه؟ فخوخ. فخوخ ايه. طيب اتوقع ناخذ هذه. حلو بالضبط. في عصاية ثانية هنا، أحس إنه في شيء هنا، خلنا نجرب. بالضبط صح، فخوخ ترابس. لا 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 اوكي وال دير برمي هنا. طيب يكفي كده ولا لسه؟ اتوقع نحتاج واحدة لقدام. ما شاء الله الجرافيكس كيف روعة. طيب وش الأقفاص هذه اللي هناك؟ ما حيمدي تعمل الشباك.
خايف يطلع لي هنا الوحش. هنفتش تحت نشوف في شيء مهم. ايش هذا؟ اعتقد انه اللعبة عربية، بس لحظة هغير طيب حاولت انه اقلب اللغة للغة العربية، لكن اظن في نسخة الديمو هذه غير موجودة لسه، لكن حسب ما هو موجود في ستيم انه تدعم اللغة العربية، في احتمال انه حتنزل، مو احتمال اكيد انها حتنزل باللغة العربية وقت صدور اللعبة. طيب هذا القبعة عمدينا غيرها، ما عجبتني، نرجع لتبعنا احسن. طيب نقدر نفتح هذا؟ لا، نكمل طريقنا. وصل له هذا ما خاب ظني نفس اللي في الولد اللي في الجزء الاول. طبعا الجزء الاول لعبته من فترة طويلة مرة يعني، فناسي اغلب الديتيلز اللي فيه. اوكي، اتوقع نكسر الباب بالفاس. شوف هذا برضه يمكن نقدر نستخدمه. نوب، نشيل الفاس. انخرش الوضع. اوكي، وشكله محبوس هنا هو قاعد يعد الأيام في الجدار. شرد، طلع ايش بو؟ تعال يا ولد، وسامع صوت. اوب، ايش هذا؟ عائلة ميتة هذولا. طيب ما خايف يتحرك يتحرك الحين. خلنا نشوف هذا فراح. ايش قاعد يسوي؟ اوكي، عمل جماعي حلو. نايس. كان الجزء الثاني فيها عمل جماعي زي كذا مساعد، يكون مرة حلو صراحة. في أفكار الجزء هذا يعني محسنة أو أفضل من
الجزء الأول، رغم إنه الجزء الأول برضو مرة حلو، لازم نسحب هذه يعني. اوكي نايس. اوه ناس مربطين هنا. طيب في مفتاح فوق ده بإمكان يطلع له؟ لا اتوقع انه لازم نلقى شيء عشان طلعني على فوق. اوكي في يد. ديلا دوما دوما وقماش. طبعا كل اللي بنشوفه الآن يلمح عن نفس القاتل أو العدو اللي في نفس الجيم هذا. اوكي هاي حلو، هي اللي حترفعه. سلام. اوبس تمام حلو. طيب الان فين نروح؟ اوكي لازم افتح الدرج هذا عشان اطلع. اوكي حنفك الباب الان. خرجنا على برا. اوف خطوات، هذا شكله خطوات الكيلر او الوحش اللي هنا. طب هذا لازم اكيد ندفه على قدام. اوب 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 بس 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 لازم نمشي بشويش. شوف تقول لي وش ما ادري ايش عنده، يديك يقشر ولا ما ادري ايش قاعد يسوي ده. اوكي من هنا. اوف شافنا. الحش يجري 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 يجري. لا 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 اوه قتلني. لازم استخبى ورا الصناديق. صياد كده. لا
فجرت بالغلط. صياد طلع الكيلر، استخدم التراب ومع البندقية. اوكي البنت هذه مشيت، خلنا ندري الولد هذا ظاهر انه شكلها بنت. اوكي بس لازم انزل شوية. حلو الحركة انه امسكها من ايدها. طيب في غراب هنا، لو طار هيكشفنا ولا طار. خليه ياخذ لفة كمان. شوف في فتحة قدامي. كويس ما شاف. يلا 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 اجري. اوكي بس كذا الديمو. لا صراحة شيء ما شاء الله تبارك الله حلو. شوف الصورة كمان الظاهر. هل معقول انه البنت اللي كانت معايا هذه هي نفس حق الجزء الاول؟ انه زي اللي في الصورة هنا واضح. على كل حال يا جماعة الخير، هذا كان الديمو، وان شاء الله باذن الله راح نختم الجزء هذا في وقت صدوره. شاكر على المشاهدة، والله يعطيكم الصحة والعافية، مع السلامة.